السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. الفيديو اليوم إن شاء الله هيكون على بازار مراكش اللي في سيتي مول ديال طنجة. هناخدكم في جولة داخل هذا البازار اللي فيه مجموعة من المنتجات التقليدية وخاصة من مدينة مراكش، وفيه كذلك بعض المنتجات الشرقية اللي من سوريا بالضبط. فكما كتشوفوا يعني شكل البازار واحد الشكل اللي تقليدي، وفيه مجموعة من المنتجات اللي تقليدية مغربية محضة. فابقوا معنا إن شاء الله في فرجة ممتعة داخل هذا البازار. كاين في هذا المحل ديال تذكار مراكش مجموعة من المنتجات عبارة عن اكسسوارات، وكاين أواني منزلية وديكورات بأثمنة اللي صراحة يعني في المتوسط، ما ماشي رخيصة وماشي غالية بزاف. بالنسبة للتذكارات أو الاكسسوار اللي ممكن يعني تاخدها هيدا هدية من هذا البازار، كتراوح الأثمنة ديالها بين 20 و30 درهم، وكاين اللي الأثمنة ديالهم يعني من 50 درهم فما فوق. كاين هنا مجموعة من الأواني المنزلية التقليدية اللي يعني مخدومة بواحد الزخرفة متميزة ورائعة، وكاين كذلك المنتجات الشرقية اللي مخدومة بالعظم والعاج. وكاين إلى جانب هذا المحل ديال تذكار مراكش كاين معشبة اللي فيها مجموعة من المواد التجميلية الطبيعية والأعشاب كذلك وبعض التوابل. فشكل البازار عموما يعني واحد الشكل اللي تقليدي ومتميز ومختلف على المحلات اللي كيكونوا في ليمول. إذا جينا نشوفوا مثلا هاد البازار ديال مراكش، تقريبا فيه 3 أو 4 المحلات. فيه هاد المحل ديال تذكار مراكش، فيه المعشبة، فيه محل خاص بالأواني، وكاينة جهة خاصة باللباس التقليدي القفاطن الجلالب المغربية. هنايا المنتجات الشرقية اللي قلت لكم في البداية هي هذه اللي مخدومة بالعظم والعاج.
هذا الجانب هذا محل متخصص في الأواني الفضية، وكاين هنا مكان يعني فارغ كيكون فيه كراسي الاستراحة، وهذه هي المعشبة اللي حكينا عليها، فيها مجموعة من الأعشاب، التوابل، المواد التجميلية. Thank you.